استنكرت وزارة الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، والتي أعرب فيها عن قلقه من احتجاز الصحفي حسام بهجت. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان له اليوم أن تلك التصريحات تتضمن تناولاً لحالات فردية وقفزاً إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري. وأضاف المتحدث أن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التي سمح للمحامي بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري.